صباحكم الله بالخير متابعينا قناتكم الاولى الخاصه بالبلابل وياكم. اذا ما بيشترك اشترك لايك للفيديو وصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد. اليوم 26/7 كان عندنا انتاج بهاي المحميه هاي نفسها اللي انتجنا من عند هذيك قبل تقريبا شهر او اكثر. هاي الام عراقيه والفحل كشميري فايتر. بعدها بيضت 3 بيضات، بيضة فقست وبيضتين ما فقست، لقيت الـ 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 الأفراخ بنصها عن نص النمو مالتهن. تعليل لهذا الموضوع البزونة، كلكم تعرفون البزونة انه قاعدة تجي الفجر تأذي الأقفاص، مجرد انه تفتر عليها تخوف. فهذا الظاهر انه من قاعدة تجي طبعا البزونة تجي بثلاثة ونص او بالأربعة، تجي شوية باردة بهذا الوقت، فالنتية قاعدة تترك البيض مالتها من الخوف. اكو بيضات هذني يعني انه نص النمو يحتاج حراره، فهي خلت الام تترك البيضات، اكيد الفرخ منه بقع عن نص واختنق بالبيضه، لان طلعت البيضتين انا لقيت هيك. ففقس عندنا واحد، اوكي فقس عندنا واحد، انا يعني مراقبه مستمره يوميه الى وضع مالته مو طبيعي. يعني اتصور انه كان به فت خلل او عوق اللي هو هذا هسه. زين يعني انتبه هسه هنا أنا راسه صغير انه نسبيا، يعني يعني بالمقارنه ويا حجم جسمه راسه صغير انه معوق اتصور، او احتمال حراره الجو، بس هو اكثر شيء مو حراره الجو اتصور انه طير معوق، لان انتم تعرفون انه هذا انتاج هجين، يعني بين نوعين من البلابل مو نوع واحد، لذلك اكيد اكو فت خلل يطلع. هسه راح تشوفون الباقي الفيديو. هذا الفرخ طبعا 8 ايام ويا اليوم، هو ميت من البارحه، يعني البارحة بعمر 7 ايام مات. هذا الريش مالته بعده ما مكتمل. البارحة انا شفت الوضع مالته مو طبيعي، انه حركته مو طبيعية، راح تشوفون اخر فيديو. النتية البارحة نايمة عليه، يعني حتى ذكرت لكم التاريخ 25/7 الساعة بالثنتين الظهر ونايمة فوقها، يعني دا تحاول تنعشه او انه خايفة عليه ليموت، دا تحاول تعرف انه دا يموت فدا تحاول انه توفر له شيء. يعني البارحة انا باوعت الموضوع مو طبيعي. الحمد لله والشكر. الغرض من الفيديو انا انزلكم سلبي وايجابي، الغرض من الفيديو طبعا حتى تشوفون المعاناة من تنتج هجين، حتى الانتاج العادي ترى، حتى الانتاج العادي متعب كلش، يعني متعب نفسيا الك وجسديا، كل ساعة تصعد تنزل. انا اصعد يومية 3 مرات 4 مرات حتى اراقب كل الاقفاص، مو بس قفصها، انه مي اكل شي نقصن، والصرف المادي طبعا انا اصرف كله قبابي حي على مود الزق مالتهن. يعني حتى نشوفكم ايش قد انتاج البلابل صعب، طبعا اذا سوى عادي واذا هجين صعب اكثر باضعاف. وهذا الدليل، يعني انا هسه عندي 4 خانات، كل شيء ليها سما طلعت منهن بسبب البزون. يعني الناس تلف عش وتبطل، وناس تتزاوج وتبطل، وغيره وغيره. يعني بس هاي الخانة الوحيدة، وهاي الخانة الوحيدة ايضا تضررت بسبب البزون، يعني بيضتين مختنقة وهذا الاخ مات. بس هذا تعليلنا الى، يعني اتصور انه الطير معوق، انه مو كامل النمو مالته. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة، ونشوفوا باقي التصوير. تحياتنا. بسم الله ما شاء الله. اليوم 6/7، البيضة الاولى نتية ابيض الخدين هاي المشجرة، فحل كشميري فايتر هاي انتجنا من عندنا ذاك اليوم 2 افراخ الهجين. هاي بعد مباشرة هسه اليوم 6/7 خلت البيضة الاولى. اليوم 8/7، اكو بيضتين بعد بالعش. البارحة 7/7 البارحة ما صورت، شوي ما صار عندي مجال، فالبارحة ذبة بيضة واليوم هاي بيضة الثالثة. 8/7 نتية عراقية فحل كشميري فايتر. النتية طبعا بدلت مكان العش مثل ما تعرفون، يعني الوجبة السابقة اللي انتجتها بغير عش وهسه تبيض بغير عش. 8/7 اليوم 17/7، من المتوقع او هو موعد التفقيس باكر، فاليوم نقدم المي. المي النتية من تنزل بي راح تاخذ من عند بيصير بالريش مالتها، فمن تقعد فوق العش يخلق فد غرفة بين البيض وبين الجسم مالتها. هاي الغرفة راح تصير عبارة عن بخار من المي اللي اخذتها بسبب حرارة الجسم مال النثية،
البخار يساهم يدخل المسامات، يفتح المسامات مال البيضة ويرطب القشر، حتى الفرخ من يجي يفقس يدفع القشر براحته. المشكلة مو هنا، كلها هيك اوكي، بس انا خايف انه البيض يطلع مملقح بسبب البزون. صورت لكم البزون، والبزون جاي نعاني من عندها، انه اتضح كل هاي الايام تجي يومية الفجر بالاربعة، 4:30، وهاي الوقت هو وقت الذروة مال التلقيح مال البلابل. يعني ما اعرف، الله كريم ان شاء الله ملقح. بسم الله ما شاء الله، اليوم 19/7. البارحة صورنا يوم 18 الصبح، ماكو تفقيس، صار التفقيس ورا الظهر البيضة الأولى. فاليوم 19/7، يعني بصراحة أنا مدى أشوف، لأن الزاوية مال العيش عكس الضوء فأظلم عندي، يعني هذا إلا بس من يصير بالظلمة يلا أقدر أشوف زين، يعني السفة ما واضح عندي بصراحة. يعني انه لان سب الشمس ثاني، انه اكو بيضة ثانية مفقسة، لا ما اصور اي، بس الاولى ما البارحة، يعني احتمال الثانية ورا الظهر هم نفس الحالة تفقس. الام نثي عراقية، الاب فحل كشميري فايتر. عشرين سبعة، عبرت مدة التفقيس مال البيضة الثانية، يعني ما اتوقع بعد بين التفقيس، المفروض هي اصلا من البارحة. اليوم 20/7 سقطت البيضة الثانية، 21/7 البيضة الثانية انتهينا من عدها، والبيضة الثالثة ايضا سقطت، يعني نفس الحالة 21/7، عندنا بس فرق واحد البيضة الاولى فقط. يوم 22/7، يعني 4 أيام عمر الفرخ الكبير صار، ولي حسة بدني شو بيضات أوكي، وحدة يعني شمرة هسه متأكد أنا من عندها، ما واضحة عندي يابسة، يعني ما واضحة إنه بطنها شيء وميت أو ما ماكو شيء. زين 22/7، 23/7 عمر الفرخ 5 أيام، بس الفرق وضع مو طبيعي، يعني قليل الحركة، تنفس سريع، ما اعرف اكو مشكلة، الله اعلم. اربعة وعشرين سبعة، يعني نفس الحالة، ان الفرخ انتبهوا عليه، يعني ماكو توازن واضح به، التنفس مالته سريع، احتمال سبب الجو، احتمال خلل جيني، ما متأكد من موضوعاني، يعني هذا الواضح. 25/7 الفرخ اليوم كلش تعبان، يعني مدى يفتح حلقة مدى يصيح، توقعنا هذا الشيء سبب الحار، سبب انه خلل جيني لانه هذا انتاج هجين، ما نعرف الموضوع. 25/7 ساعة 2 الظهر اليوم 25/7 الفرخ 7 أيام، اليوم عمر الفرخ 7 أيام. شوفوا الأم اللي هسه على الأمان، اليسة نايمة فوقها، فوق منها تخاف عليها من يعني لأنه ريشة ما كانت خافين.